متهيألي الإرادة موجودة، يعني الإرادة موجودة أولاً القيادة السياسية ومن قبل كل الأطراف المشاركة في طبعًا إنجاح هذا الحوار. يعني تشكيل الحوار الوطني أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي إذا كان مفاجأة أن أرى هذا الطيف الواسع، يعني النهاردة وإحنا قاعدين أنا معظم الناس أعرفهم، معظمهم في العمل العام أو الواحد بيقرأ لهم أو بيتابعهم أو مسيرتهم، فلما تلاقي كل ألوان الطيف السياسي هو ده تعبير حقيقي عن أن في لبنة أساسية للنجاح، لما لأنه الناس بتعبر عن أفكار سياسية مختلفة ومتنوعة من أقصى اليمين لأقصى اليسار. أنا شايف دكتور يمكن دي بقى جودة. مهمة مجلس الأمناء إزاي حينسق بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وكل هذه الأطياف المختلفة. هنا المفروض مجلس الأمناء مش هو اللي هيصنع الحوار، هو مجلس الأمناء هو الذي سيدير الحوار بالضبط. أو سينظم الحوار آه. فبالتالي هو المجتمع فيه أطياف سياسية مختلفة، أطياف سياسية ومجتمع واقتصادية واجتماعية، مفروض أفكار كثيرة جدا، وهي أفكار لها كل الاحترام طالما أنها تحت مظلة الدستور، تحت مظلة القانون، تحت مظلة الدولة المدنية. دي الجوامع الأساسية اللي انت بتشتغل عليها، ولذلك جرى استبعاد كل من لا يؤمن بهذه الأفكار هو برا دائرة الحوار. يمكن ده اللي اكد عليه استاذ ضياء رشوان، قال يعني لا يوجد اي موانع لمشاركه اي من القوى السياسيه الا من تورط في العنف وارهاب المواطنين او حتى لا يؤمن بدستور 2014. طبعا، لانه انت كيف ستحاور شخصا يرفض الدستور؟ يعني الشخص اللي فكره الدستور بالنسبه له حد يرفض تحيه العلم، دي حاجات حتى لو كانت رمزيه بس شيء مهم جدا. يعني بداية مستحيل انك تقعد يا عمي تفكر الاول وادرس ولما تؤمن بده ممكن نتكلم بعدها، لكن غير ده لا. هذه نقطة جوهرية في غاية الأهمية، لأنه المخاطرة بعكس ذلك كان ممكن تعمل قلق شديد جدا في المشهد والمجتمع المصري بأكمله. طبعا وكمان التوضيح كان هام جدا، التوضيح يعني كان هذه حاسم الجمل تخرج مباشرة. نعم، كان يعني حصل نوع من الجدل في الأيام الأخيرة، ربما منذ الناس ربما منذ الدعوة في 26 أبريل الماضي وحتى صباح أمس الأول لما السيد الرئيس تحدث مع الإعلاميين في المؤتمر الخاص بإطلاق محطة عدلي منصور، وقال بوضوح جدا أنه الحوار للجميع ما عدا الذين رفضوا الدولة ورفضوا الحوار ولجأوا إلى الاقتتال. هذا كان توضيحا مهما وتوضيحا حاسما، وبالتالي بدأنا الخطوة الأولى النهاردة. جالسون على المنصة النهاردة، وهنا أنا بتكلم حتى على الجلسة الأولى، تقدر يعني الدكتور جود عبد الخالي، يعني أستاذ اقتصاد مرموق وزير سابق، وهو أحد كتاب جريدة الأهالي، الأهالي في عز تألقها، وهو رجل يعني يمثل اليسار بوضوح. عندنا أحمد الشرقاوي عضو مجلس نواب، وهو أحد أبرز الرموز في الحركة المدنية الديمقراطية. عبد العظيم حماد كاتب. في عدد كبير من القوى السياسية والاختلافات والتنوعات، في دارسين، في أكاديميين، فيه ممثلين للمجتمع المدني، تشكيلة فيه أساتذة باحثين عمرو هاشم ربيع وأساتذة الجامعة، في إعلاميين كتير. ده والأهم أنهم بيعبروا عن قوة سياسية ومجتمعية مختلفة. ولذلك النقطة الجوهرية أنه بعد التشكيل وحتى قبل الاجتماع كان في توافق عام، يعني أنا ما سمعتش حد يعني جد في البلد بيعترض على التشكيلة دي. ممكن تختلف على اسم أو على اسم، يقول لك طب الاسم ده بيعبر عن فريق تاني بالزبط. يعني إذا أنت كنت بتؤمن بتحب فلان لأنه بيمثل فريقك أو تيارك أو ما تؤمن به، التاني ده بيمثل آخرين بيؤمنوا بنفس الفكرة دي، وهكذا. يعني تم استقبال الأمر في الوسط السياسي المصري والوسط الاجتماعي المشهد في المجتمع عموما بصورة جيدة. الانطلاقة الأولى النهاردة يعني في جزء وزيع على الهواء اللي هو الساعة أو ساعة وعشر دقائق تقريبا، تقدير أنها كانت موفقة للغاية، عكست الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو الرغبة العارمة والملحة في إنجاح هذا الحوار. أنا هقتبس جزء من النهاردة في الجلسة الثانية، يعني هقفز بسرعة. عملت حاجتين مهمتين، إقرار اللائحة التي تنظم عمل مجلس الأمناء وإقرار مدونة السلوك. في مدونة السلوك يعني في عبارة مهمة جدا رقم 3 بتقول إيه؟ غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديد، وتحكم مناقشاتي وقراراتي وتوصياتي الموضوعية والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، ونجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه.
فدي في كلمات كثيرة مهمة في المدونة ربما توضح لكثيرين، لأنه الناس بتخلط ما بين الحوار نفسه ومن سيدير الحوار. بالضبط، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نفرق بينه في الحوار. بالزبط. ده يا استاذ عماد انه من يدير الحوار غير اللي هيشارك في الحوار. احنا بنتكلم عن مجلس الامناء. الحوار هو مجلس الامناء. ماشي. الاكاديميه الوطنيه للتدريب هي المكان الذي ستتم فيه جلسات، توفر مشكوره دكتوره رشا راغب وكل المسؤولين معها عاملين جهد هايل فيما يتعلق. واكدت طبعا الاكاديميه هتقوم بدورها بشكل حيادي ومتجرد. بالزبط. في جزء التنظيم هي فقط بتوفر المكان، بتوفر التسهيلات المختلفة، الأوراق، الفريق متميز جدا. الذي سيدير الحوار وينظمه هو مجلس الأمناء. بالضبط. أما الذي سيشارك في الحوار فده حاجة مختلفة تماما، هي القوى السياسية والمجتمعية. بمناسبة اللي هيشاركوا في